واجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقه المتجدده بهدف اضافه قدرات جديده للشبكه الكهربائيه. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري الداخليه والكهرباء والقائم باعمال رئيس هيئه الرقابه الاداريه حيث تناول الاجتماع عددا من الموضوعات من بينها متابعه خطه العمل الحكوميه لضمان استدامه واستقرار التغذيه الكهربائيه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد عمرو عادل حسني القائم باعمال رئيس هيئه الرقابه الاداريه واوضح المتحدث الرسمي لرئاسه الجمهوريه ان الاجتماع تناول عددا من الموضوعات من بينها متابعه خطه العمل الحكوميه لضمان استدامه واستقرار التغذيه الكهربائيه حيث وجه السيد الرئيس بتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقه المتجدده بهدف اضافه قدرات جديده للشبكه الكهربائيه بالاضافه الى تطوير الشبكه من خلال العمل باحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقه باعلى كفاءه واقل فقد كما تطرق الاجتماع في هذا السياق الى المنظومه المتكامله من السياسات والاجراءات الجاري اتخاذها لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء ومن بينها مواجهه التعديات والتصدي لظاهره سرقه التيار الكهربائي في اطار الدستور والقانون حفاظا على المال العام وحقوق المواطنين ولتحقيق الاستقرار والاستمراريه للتغذيه الكهربائيه على مستوى الجمهوريه